للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الخبر بينضم لينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. بعد التحية، هذا الخبر يتحدث عن ارتفاع معدل الصادرات في منتج آخر. بالأمس كنا نتحدث عن الألومنيوم، الآن نتحدث عن منتج آخر. حدثنا عن هذه العجلة المثمرة والدائرة بشكل مستمر في إحياء عجلة الاقتصاد والصادرات. صباح الخير أستاذ أمل، صباح الخير أستاذ داسم، صباح النور دكتور ماجد، حضراتكم والسادة مشاهدي إكسترا نيوز الكرام. أولا لا شك أن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة المصرية في مختلف أنواعها ظاهر وجلي جدا لكل ذو عقل. لماذا؟ لأن الصناعة تعتبر هي القاطرة الحقيقية للتنمية. ولذلك لما شفنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، لقينا أن في تركيز كبير من فخامته على تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها بشكل كبير جدا لسببين. أولا، الصناعة ليست فقط القاطرة الحقيقية للتنمية، وإنما أيضا الصناعة توفر فرص كبيرة جدا للشباب، وبالتالي تعالج جزء كبير من مشكلة البطالة. الصناعة أيضا توفر فاتورة الصادرات فيما يتعلق بالإحلال محل توفر فاتورة الواردات فيما يتعلق بالإحلال محل الواردات في صناعات وطنية، توفر فاتورة الاستيراد التي يتم استيرادها. بالإضافة أيضا إلى أن تطوير الصناعة المصرية يؤدي إلى زيادة في حجم الصادرات، وبالتالي توفير العملة الصعبة أو العملة الأجنبية. نعم، لا شك أن مصر بها ميزة نسبية كبيرة في صناعات عديدة. على سبيل المثال للحصر، ما يخص الحدث الكبير الخاص بالأمس، ألا وهو صناعة الأسمدة والكيماويات. صناعة الأسمدة والكيماويات في مصر من الصناعات الكبيرة والرائدة، والتي تتمتع بسمعة عالمية كبيرة جدا، وبالتالي هناك صادرات بحجم كبير من هذه الصناعة إلى دول العالم المختلفة. وزي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم أن فرنسا تعتبر على قائمة أعلى 10 دول استيرادا للأسمدة في مصر، وأيضا دول كثيرة جدا يعني تستورد هذه المنتجات الصناعية أو ما يتعلق بالأسمدة. هي عجلة دايرة يا دكتور ماجد، والدولة المصرية حريصة دلوقتي إن هو كل فترة قريبة يكون في منتج مصري يتم الازدهار به ويتم العمل عليه ويتم تدعيمه وأكثر لعجلة، أن عشان تكون عجلة الاستيراد وعجلة التصدير كمان، عجلة التصدير تحديدا تكون قوية جدا، لأنه هذا هو الهدف المصري القادم في الجمهورية الجديدة، أن يتم النهوض بعجلة الاقتصاد بقوة بسواعد مصرية وبفكر مصري وبأيادي مصرية. وزي ما كنا نتحدث عن الخبر أن دلوقتي في دول كتير من العالم بتجري ورا مصر علشان تستورد منها هذه المنتجات المهمة. دكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.